عقب استقبال الرئيس السيسي للبرهان، مصر والسودان يؤكدان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي. في لقائه مع عضو مجلس الوزراء السعودي مدبولي يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة السعودية. روسيا تؤكد أن المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا، وكييف تعرب عن استعدادها للتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بقصر الاتحادية، حيث عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، واستعرض الجانبان خلالها مجمل العلاقات الثنائية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من خلال بيان مشترك أن الجانبين أكدا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة المصير المشترك. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقد عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، فضلاً عن أهمية الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد. وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد. كما تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي
في مصر. وأكد مدبولي حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة باعتبارها تمثل شريكا أساسيا وحليفا استراتيجيا لمصر. وأشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. كان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد مراسم التوقيع على اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمصر. يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار بمصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات بمصر. وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة الصندوق في تحقيق المستهدفات المصرية بجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة بالاقتصاد المصري ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للمجلس بتوجيه أخلص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات مع حلول شهر رمضان، وبتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية. في رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص. من جانبه أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري أن الوثيقة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات وكذلك الخبراء وأيضا المتخصصون تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرا إلى أن تحديد سياسة الملكية يعد أمرا شائعا عالميا، حيث قامت أكثر من 50 دولة بتحديد سياسة الملكية المتبعة بها، سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات. وفي هذا الإطار أكد الجهري أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها تعد وثيقة مرنة لسياسة الملكية تتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية. قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان، كما تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة للشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية
الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات، وأن يكلل مسعانا وجهودنا في خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان. وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وجاء في نص البرقية التأكيد على مواصلة العزم على خدمة شعب مصر ولتحقيق المزيد من النجاح والازدهار، راجيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان. وجاء في نص البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون على استمرار البذل والعطاء أوفياء للمهام والمسؤوليات التي توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم، لتظل القوات المسلحة حصنا يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية التهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا في السادسة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يكلل الله مسيرته الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، متقدما بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام، راجيا المولى جلت قدرته أن يعيد هذا الشهر بالخير واليمن والبركات، وليبقي الأزهر الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصنا منيعا لتأمين تراث وحاضر مستقبل الأمة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. استقبل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش وفدا من ذوي الهمم قادرون باختلاف، وأيضا استقبل وفدا لأبناء مصر من الأيتام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوي الهمم قادرون باختلاف، وتزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم والتي توافق الجمعة الأولى من شهر أبريل. تضمنت الزيارة تقديم الموسيقى العسكرية لبعض العروض العسكرية المتميزة، وذلك ترحيبا بالزائرين. كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية، بالإضافة لعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية. كما شاهدوا فيلما وثائقيا تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها في تطوير ودعم القطاع المدني بالمحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية. كما تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ولضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ما يقرب من 98 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 132 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 32 طن سلع غذائية مختلفة و 5280 عبوة زيت طعام. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8.5 طن دقيق مدعم. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 31.5 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن حديد تسليح. استضافت وزارة الداخلية اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. يهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والمعلومات حول آلية مكافحة جرائم المخدرات بين هذه الدول. يأتي تفعيل التعاون العربي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات ضمن أولويات وزارة الداخلية للقضاء على تلك الآفة العابرة للحدود، تعاون كان له أثر إيجابي في نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في إحباط محاولات الجلب والتهريب. من هنا تأتي أهمية استضافة مصر لزيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة لمكافحة المخدرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقيه القانوني والإجرائي والفني. كانت وما زالت مصر حاضنة العمل العربي المشترك، وليس غريبا علينا أن نتواجد هنا في أرض الكنانة وقلب العرب النابض. إن التعاون الدولي لم يعد خيار تكتيكي بل هو خيار استراتيجي، وهذه الآفة لا تحتمل التباطؤ ولا تحتمل البيروقراطية، فكان هذا الاجتماع أيضا لوضع جسور التعاون والمعرفة الشخصية ما بين إدارات مكافحة المخدرات في المجموعة الإجرائية الثالثة. دائما نحتاج إلى تعاون وثيق، تعاون فعال، تعاون مثمر وتعاون مباشر. وتعكس استضافة مصر لتلك الاجتماعات الدور الريادي في مجال مكافحة المخدرات، وهو ما أشار إليه الحضور. نحن طموحون إلى التعاون بيننا والشقيقة مصر، لأن لها باعا واسعا في هذا المجال، وهي من أقدم الدول العربية والإفريقية في مجال محاربة المخدرات. استفدنا كثيرا من المشاركة في هذه الفعالية لتوطيد التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الإقليم فيما يخص التهريب وتجارة المخدرات. اجتماعات مسؤولي مكافحة المخدرات بالدول المعنية تواصلت على مدار يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب والاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتعاون العملياتي في مجابهة المخدرات. تكلمنا على أهمية التعاون الدولي في نقل المعلومات بين الدول العربية، فيعتبر إقليمياً وعالمياً لسرعة ضبط قضايا المخدرات. استعرضنا فيها التجربة المصرية في مكافحة المخدرات، واتكلمنا فيها عن المحورين اللي هو خفض الطلب وعرض المواد المخدرة، والجوانب اللي موجودة استفادت طبعا من التجربة دي، وعرضنا لهم فيلم توثيقي بيوضح مجهودات الإدارة خلال الفترة اللي فاتت. تناولت الجلسات عرض لدور التعاون العربي المشترك وآليات تعزيز هذا التعاون بين الدول العربية الشقيقة.
جاءت الاجتماعات بتوصيات محددة في مقدمتها تفعيل تبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين دول المجموعة، والتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات ترويج المواد المخدرة، مع تنمية قدرات الأجهزة المتخصصة مادياً وبشرياً، وتفعيل الشراكات التدريبية خاصة مع مصر التي تمتلك إمكانات تدريبية كبيرة في هذا المجال. اجتماع اليوم كان من ثمراته توصيات من ضمنها تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وبينه وبين مصر اتفاقية ثنائية يعني في التدريب وتبادل المعلومات. وقد قام المشاركون بجولة في متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعراض مقتنيات المتحف التاريخية منذ إنشاء الإدارة، وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال المواد المخدرة وأساليب الإخفاء والتمويه. اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى نجاحات حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. التقت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات من الجانبين، وشهد اللقاء عرض مستجدات التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية، حيث ناقش الطرفان جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وناقشوا دورها الاستشارية في تطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة. من جهته أشاد وزير التنمية المحلية بدور الأكاديمية في تنمية وتطوير العنصر البشري، حيث قامت الأكاديمية بالتعاون مع الوزارة بتغطية 22 محافظة مصرية ضمن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف. وأوضحت الدكتورة رشا راغب أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية، كما أعرب الجانبان عن حرصهما الدائم للتطوير وللوصول لأهداف الخطة الموضوعة لعام 2023. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين مصر وأنغولا تاريخية وممتدة، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، شدد شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة ورغبة للتكامل بين البلدين. نعتز بهذه العلاقة الوثيقة التي تربط فيما بين مصر وأنغولا، علاقات ممتدة عبر عقود من التضامن والتعاون ووجود الإرادة السياسية المشتركة القوية لتعزيز العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والرغبة في التكامل والتضامن فيما بيننا. وخلال المؤتمر الصحفي أكد شكري أن هناك مبادرات مطروحة للنهوض بمستوى العلاقات المشتركة ولتحقيق التنمية بين البلدين، وأعلن شكري عن الاتفاق بين مصر وأنغولا على ضرورة تنسيق المواقف المشتركة، مشيرا إلى التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين البلدين. توقيع على 4 اتفاقيات مذكرات تفاهم، الأولى في إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية في كل من البلدين لتعزيز الصلة بين الكوادر الدبلوماسية وتوفير إثقال مهاراتهم وأيضا التواصل فيما بينهم، الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة تكون معنية بمتابعة تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه وتأكيد دورية التواصل فيما بين البلدين، اتفاق حول المشاورات السياسية لتتيح الفرصة للتنسيق المستمر والتوصل إلى رؤى مشتركة إزاء القضايا السياسية الهامة على مستوى القارة والمستوى الدولي،
اتفاق حول إعفاء جوازات السفر الرسمية من التأشيرات المتبادلة في كل من البلدين. من جانبه أكد وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو أن مصر كانت وستظل الملجأ الذي تتوجه إليه بلاده. وشدد وزير الخارجية الأنغولي خلال المؤتمر الصحفي على إصرار بلاده للمضي قدما نحو تطوير العلاقات مع مصر. هي ليست علاقة دبلوماسية ولكنها علاقة بين الشعبين، وكما كانت في الماضي كانت مصر هي البلد الحاضن لأنغولا دوما، كانت مصر وستظل دوما هي الملجأ الذي نلجأ إليه دوما، ونحن نريد أن ننطلق من هذه القاعدة، ونحن هنا نفتتح مسارا جديدا وما رأيناه اليوم في مناقشاتنا سويا كان أمرا رائعا للغاية، وخاصة فيما يتعلق بمجلس التعاون رجال الأعمال. وقد دعوت كل السادة رجال الأعمال للاستثمار في أنغولا. أعربت مصر عن خالص تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية أمس تابعة لقوة حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد، ما أسفر عن وقوع 8 ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا. وعبرت مصر عن صادق مواساتها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا الاتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا، مؤكدة على تضامنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد. أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين بما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت الخارجية على إدانة حادثي إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب وأسفرا عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وشددت وزارة الخارجية على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مفرغة من العنف. وحذرت الخارجية من مغبة التصعيد المتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط ويقود ركائز الاستقرار بالمنطقة. وفي ملف الأزمة الأوكرانية، قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، قال إن كييف أبدت استعدادا للوفاء بالمطالب الروسية الأساسية، لكن موقف موسكو بشأن منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لا يزال دون تغيير. وأضاف ميدينسكي أن أوكرانيا عبرت كتابة عن استعدادها للتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتبني وضع عدم الدخول في تحالفات، فضلا عن تخليها عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والالتزام بعدم استضافة قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات جديدة على الأراضي الأوكرانية. ودعا زيلينسكي في كلمة له أمام البرلمان النرويجي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية. وأضاف أيضا أن الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية بالشرق، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب.
أكد الكرملين أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن وضع أوكرانيا أو وضع أوكرانيا مطالبها على طاولة التفاوض أمر إيجابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني مؤخرا لم تؤد إلى نتائج واعدة جدا ولا لأي تقدم. إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. وأوضح بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أوضح أن القادة اتفقوا على أهمية دعم الشعب الأوكراني والحفاظ عليه في حربه ضد العملية العسكرية الروسية. وسلط جونسون الضوء على الهجمات التي يتم تنفيذها في مدن مثل ماريوبول، كما ناقش القادة الحاجة إلى العمل معا لإعادة تشكيل هيكل الطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية. أكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تنظر وبتشكك تام تجاه أي وعود تخرج من روسيا حول أوكرانيا. وأوضح راب أن بريطانيا سوف ترد على موسكو استنادا إلى أفعالها وليس ما يصدر عنها من أقوال، مضيفا أنه لا يزال يتعين إتاحة فرصة للدبلوماسية وانسحاب موسكو من أوكرانيا وليس مجرد إعادة التمركز. أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية أن وحدات روسية تكبدت خسائر فادحة بأوكرانيا مما اضطرها للعودة إلى روسيا وبيلاروسيا في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات. وقالت الدفاع البريطانية إن مثل هذه الخطوة تضع المزيد من الضغط على اللوجستيات الروسية بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات مدفعية وصاروخية موسعة. حذرت الولايات المتحدة رعاياها بروسيا من خطر تعرضهم للاعتقال. وذكرت الخارجية الأمريكية أن هناك إمكانية لتعرض الأمريكيين للمضايقة من قبل قوات الأمن الروسية، مناشدة بعدم السفر إلى موسكو وبمغادرة من يتواجد هناك في الحال. ويأتي هذا التحذير بعدما تعرضت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر للاحتجاز في روسيا لأكثر من شهر. أوضحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من 4 ملايين أوكراني فروا من بلدهم هربا من العمليات العسكرية الروسية حسبما أظهرت أرقام الأمم المتحدة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها إن اللاجئين فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ الهجوم الذي بدأ في 24 من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 2,300,000 منهم توجهوا غربا إلى بولندا. أعلنت ألمانيا المستوى الأول من خطتها الطارئة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي
في حال نفذت روسيا تهديداتها بوقف الإمدادات. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي، قال إنه تم الآن تشكيل خلية أزمة للإشراف على الوضع بعد أن رفضت مجموعة السبع طلب روسيا بتسديد قيمة إمدادات الغاز بالروبل الروسي. وأوضح أن خطة الطوارئ تشتمل على 3 مستويات من التأهب، لكن في هذه المرحلة أمن الإمدادات بالغاز مضمون في ألمانيا. حذر ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من أن الحرب بأوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم. وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أوكرانيا انتقلت من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز، محذرا من أنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا فإن العالم سيدفع ثمنا باهظا. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم ونتابع فيها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجف يؤكد أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة باليمن. انطلقت مشاورات السلام اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض. تحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات ولوقف نزيف الحرب. وقبل المشاورات ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وقف إطلاق النار، وهي الدعوة التي لاقت استجابة لقوات التحالف بعد ساعات قليلة ليدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم. يشكل فرصة تاريخية يجب اغتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والإعمار. فالمشاورات اليمنية التي تنطلق اليوم في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية ومتسارعة وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة، تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم انعكاساتها على العالم أجمع وعلى اليمن بوجه خاص. عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعاته بالقاهرة برئاسة عادل عسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد. ناقش المجلس وضع استراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان بالعالم العربي، كما استعرض الاجتماع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسبل الارتقاء بالثقافة الحقوقية في الوطن العربي. أوضح عادل العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن هناك دولا تستغل قضايا حقوق الإنسان لأسباب سياسية. وأعلن العسومي عن إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان في الدول العربية لرصد المؤشرات الإيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول. بعد جهود متواصلة عكف المرصد عليها، نطلق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي بدوره يضع مؤشرات صحيحة لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية تطور المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية، مما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها منظمات خارجية مشبوهة تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الدول العربية. كما نسعى جاهدين من خلال تحركاتنا على الصعيدين الدولي والإقليمي
إلى فتح آفاق واسعة وتكوين شبكة علاقات وغنمات اتصالات بالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن أدوات التمويل المبتكر هي المحفز الحقيقي لضمان تنفيذ التزامات المجتمع الدولي التي قطعها على نفسه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 ووضعها موضع التنفيذ مع استعدادنا لانعقاد الدورة 27 من المؤتمر في مصر. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تعمل على دفع الجهود الوطنية وكذلك على تعزيز العمل الإقليمي والدولي الهادف لترسيخ مفاهيم المناخ والحفاظ على البيئة. جاء ذلك خلال كلمة رانيا المشاط بمؤتمر البنوك الخضراء ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في دبي. تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 19 من يناير الماضي. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات نجحت في استرداد 4,649,000 متر مربع أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 24,783 مبنى، مشددا على عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة وتوجيه لرسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان إلى 390,741 منتفعة، وذلك من خلال الحملة التنشيطية حقك تنظمني والتي تم تنفيذها ب 12 محافظة وخلال الفترة من 16 من الشهر الجاري. وأكدت الوزارة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة نفذت عبر 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة في 856 موقعا لتغطي 561 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية. التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جان تروجن السفير الإقليمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 خلال فعاليات أسبوع المناخ بدبي. وخلال اللقاء قالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة على صعيد العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع للعمل المشترك مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة 27 من قمة المناخ وتنسيق الجهود فيما يتعلق بحشد التمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية.
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مشاركة الشباب في جهود العمل المناخي تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان تنفيذ حقيقي يعتمد على مشاركة كافة مكونات المجتمع وقطاعاته في العمل من أجل المناخ، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انخراط الشباب بصفة خاصة في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، وإتاحة الفرصة للشباب لسماع أفكارهم ومقترحاتهم للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال كلمة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ 27 في الحلقة النقاشية مع عدد واسع من الشباب المعني والمهتم بمجال العمل المناخي. شارك وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي افتراضيا في جلسة تحلية المياه منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد محمد عبد العاطي أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ، مشيرا إلى أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقاتها بتغير المناخ. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية. نعم، الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أشاد صندوق النقد الدولي باهتمام مصر بالاستثمار في طرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية. وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن أنظار العالم تتجه حاليا إلى مصر التي تستضيف مؤتمر المناخ كوب 27 أواخر العام الجاري. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها مدير عام صندوق النقد الدولي أمام القمة العالمية للحكومات في فعالية تستهدف إطلاق دراسة تحليلية لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعنوان في قلب الاحترار التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيؤدي تطبيق الرقمنة الكاملة للاقتصاد إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عاما، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدل معدلات التوظيف في شركات التصنيع، ما يعادل نحو 1,500,000 وظيفة. ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه سيؤدي أيضا التطبيق الكامل للرقمنة إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% على مدى سنوات، مع الوصول إلى صفر بطالة احتكاكية خلال 16 عاما. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على إعطاء أولوية قصوى لدعم المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات والقطاعات. وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يواصل من خلال العديد من المبادرات وشركات جهوده لتعزيز التنوع بين الجنسين في مواقع العمل والاستمرار في إزالة كافة التحديات إزاء ذلك. جاء ذلك في كلمته أمام احتفالية هي والطاقة للاحتفاء بدور المرأة في صناعة البترول والغاز، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة. تفق
أنقذ محافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وشدد محافظ القاهرة على المسؤولين عن المعارض وإحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقيه. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات للمتعاملين العرب والأجانب. خسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726 مليار و623 مليون جنيه. وأما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11239 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي أوزان بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبنت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و23 قرشا للشراء و18 جنيه و33 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 20 جنيه و28 قرشا للشراء و20 جنيه و39 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر الإسترليني وصل سعره إلى 23 جنيه و99 قرشا للشراء و24 جنيه و12 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 4 جنيهات و85 قرشا للبيع و4 جنيهات و88 قرشا للبيع. أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة. وحث رئيس البنك الدولي العديد من الدول المستهلكة ومجموعة أوبك بلس على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولار للبرميل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرغدة ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا الكرام، ختام نشرتنا إلى عناوينها. عقب استقبال الرئيس السيسي للبرهان، مصر والسودان يؤكدان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي. في لقائه مع عضو مجلس الوزراء السعودي، مدبولي يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة السعودية. روسيا تؤكد أن المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا، وكييف تعرب عن استعدادها للتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم، في أمان الله. إلى اللقاء.